تكنوز تكنوز في تكنوز اليوم افوكود تقدم منصه يتعاون فيها لي بروغرامور من اجل اتمام مشاريعهم للحصول على اي منتج نهائي ام برودوي فيني على الانترنت كو سوا دي ابليكاسيون دي بلاتفورم والا مواقع الكترونيه لابد من تعاون العديد من الاشخاص مع بعضهم على خاطر حتى واحد من المصممين او من المطورين قادر وحده على تقديم وتطوير مشروع جديد ومفيد يقدم شكل مميز وبرمجيه متينه وقويه هذاك عليه توجدت افوكود البلاتفورم اللي تقدم حل عباره على جسر ما بين المصممين والمطورين بحيث تتيح للمصمم إمكانية تبادل التصاميم وتصديرها للمبرمج والتعاون مع فريق عمل بشكل جماعي وبخيارات عديدة لتصدير الملفات. موقع افوكود يعتبر اون انفونسيون فريدة من نوعها تنجم تعاون كل من يهمه الامر واستعماله سهل برشا بحيث كل ما ينبغي القيام به هو التسجيل على الموقع ادخال المشروع ايجاد لو جروب دو ترافاي والشروع ديريكتومون في العمل. دونك كونكلوزيون افوكود بلاتفورم تعاون كل من هو انتريسي بانجاز مشروع رقمي مهما كانت تبيعته دونك اليزي www.avocode.com www.avocode.com تكنوز اليوم وفيت خالد يقول لكم تحياتي تكنوز تكنوز